كرة مازال للرجاء. يلا يا دويك، يلا يا دويك. من اكتشافات الرجاء هذه السنة، مشات كرة رجوية، شوي عليك يا أخي، شوي عليك يا أخي. أوبريغادو كامبيون، أوبريغادو كامبيون، سلام يا بطل. الهدف الأول في مسلسل سيكون مثيرا للدفاع عن لقب البطولة الإفريقية كأس الكونفدرالية الإفريقية. الهدف هو هدف انطون بدر بنون، بدر الفنون، تمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. 1-0 المنقذ، كيف ما هي عادته، كيف ما هي عادته. والعمل، كل العمل قام به محمود بن حليب لسفيان رحيمي لبدر بنون، صنع في مدرسة رجاء، ميد ان رجاء كازابلانكا. نعم، صنع من طرف ابناء رجاء، سفيان رحيمي، محمود بن حليب وبدر بنون. هدف يغير اشياء كثيرة، هدف يسد على نفسه في الجولة الثانية بعد تلقي الهدف، بعد تلقي الهدف الوحيد لبدر بنون. مشات كرة من جديد رجوية، حضري في المبدع. يا سلام، هدف، هدف أقل ما يقال عنه رائع، هدف أقل ما يوصف به رائع، جميل. هدف صنع في البيضاء، قلت لكم ميدن رجاء. 2-0 الرجاء غير، الرجاء مختلف، الرجاء ماشي ورجاء الجولة الأولى، وكأننا أمام رجاء آخر. هنا الإعادة، زكريا حدراف ومحمود بن حليب، كيف ما وصلت سددها، كيف ما وصلت سددها، لنحتفل جميعا بالهدف الثاني في هذه المباراة. هذا هو البطل، هذا هو البطل، هذا هو حامل لقب البطولة، وليس الفريق الذي تابعناه في الجولة الأولى، وكأننا تابعنا أشباح في الجولة الأولى من هذه المباراة. وكان جابوني في انتظار العبور نحو الدور المقبل في مسلسل الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية، والنسور الخضر يبحثون عن التحليق في المباراة للمرة الثالثة. عبد الرحيم شاكر والحارس ألوغو تونغ، ألوغو وشاكر، النسر رقم 2، ليغلو نيميرو 2، ومن يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء في العالي، في العالي، في العالي، النسر في العلالي. نعم يا سادة، النسر في العلالي في هذه الأمسية. النسور يستعدون هيبتهم ويسترجعون سطوتهم ويسعدون مكانتهم، ومكانهم طبيعي بين الكبار، هم النسور، هم من يحلقون بعيدا في مباراة اليوم. تصبح النتيجة 3-0 للنسور الخضر أمام السيرك لومبيري من الجابون. حليب، محمود بن حليب، كرة رجوية في نقطة الجزاء. هدف كابوني، هدف كابوني بطعم رجوي، هدف رابع، رابع في المباراة. النسور يحلقون من جديد بتسجيل هدف رائع بنيران صديق سيرك لومبيري، يستقبل الهدف الرابع في المباراة. عمل كان كبير، ووضعوا المدافع الجابوني في موقف صعب، صعيب تسجل هدف ضد مرماك بهذه الطريقة. ذكرني بهدف حاولت ننساه كثير، هدف واحد نص مونديال كأس العالم، يعني في نفس الظروف وظن في نفس التوقيت استقبال هدف بهذه الطريقة. عبد الرحيم شاكر، هل سيتمكن من توقيع الخماسية في هذه المباراة؟ الخماسية في المباراة، عبد الرحيم شاكر لعب كرته ممتازة. يلا رحيمي، رحيمي يا رحيمي. من سجل هو شعبان، شعبان يا شعبان، شعبان في هذه الليلة يحتفل بهدفه الأول في المباراة. مجهود كبير من سفيان رحيمي الذي أتمنى أن يعود سالما غانما لمتابعة المباراة رفقة زملائي. شعبان يحتفل أخيرا بالهدف بخميس النسور الخضر. رحيمي أصيب في الكرة الماضية،
رحيمي الذي نتمنى أن يعود سالما معافى لمواصلة المباراة. والنتيجة خمسة يا سادة، خمسة في الجولة الثانية، والحصيلة مرشحة للارتفاع. قلت لكم لو سجل الرجاء هدف سيضيف الثاني والثالث ثم الرابع وسيسجل الخامس، وهو يسجل الخامس بمجهود كبير من عبد الرحيم شاكر، والختم من شعبان الأوغندي. هنا كورت